هذا وبسط فريق فيراري سيطرته على اليوم الأول من فعاليات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2019 بعد أن عاود سائقه تصدر جولات التجارب الحرة على مضمار الصخير. وتصدر السائق الألماني سيباستيان فيتيل حصة التجارب الحرة متقدما هذه المرة على زميله في الفريق تشارلز ليكيرك الذي احتل المركز الثاني. ويستعد السائقون لخوض الحصة التأهيلية للسباق الثاني في الموسم والمقرر لها أن تقام مساء اليوم على مضمار الصخير. واسترجعت فيراري عافيتها على حلبة البحرين الدولية والتي دائما ما يسجل فيها الفريق نتائج إيجابية، وتصدر بفارق 6 ثوان عن أقرب منافسيه بعد أن عجزوا في الجولة الأولى من اعتلاء منصة التتويج في الجولة الأولى من البطولة على حلبة ملبورن بإستراليا. وفي تكرار لسيناريو التجارب الحرة الأولى احتل سائقا فريق مرسيدس لويس هاملتون وفالتيري بوتيس المركزين الثالث والرابع.